يعني على أشكرهم على الدعوة، وأتقدم بالشكر الجزيل لجميع الحضور، كل باسمه وصفته، واحترام الواجب لشخصه. صراحة مناقشة هذا الموضوع الذي هو يعني موضوع دور قاضي تطبيق العقوبات على ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والمستجدات التي أتت بها هذه المسودة من خلال يعني دور قاضي تطبيق العقوبات، ارتأيت مناقشة هذا الموضوع في بعض النقاط لأن الوقت يعني محدود، وارتأيت في مداخلتي التطرق إلى نقطتين، لكن ارتأيت قبل يعني البدء في مناقشة الموضوع ارتأيت أن أستهل مقدمتي بما ورد بالخطاب الملكي الثاني بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2003 29 يناير 2003، والذي جاء فيه إنما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية، كما أننا ندعو الحكومة إلى اغتنام المهلة المحددة لتفعيل القانون الجديد للمسطرة الجنائية من أجل تكوين وتأهيل قضاة مفيد العقوبات لمتابعة سلوك السجناء التائبين والإسهام بتوسيع فرص الإفراج عنهم. انتهى النطق الملكي. لماذا قمت بالاستهلال بهذا يعني بهذا النطق الملكي؟ لكون بالرجوع إلى تاريخ النطق هو 2003 ونحن 2022، يعني نقدروا نقولوا بأن 2003 2022 راه مدة طويلة، يعني كانت هناك نظرة استشرافية لصاحب الجلالة نصره الله والتعليمات، لكن للأسف ورغم دخول يعني التعديلات على قانون المسطرة الجنائية فيما يخص أدوار قاضي تطبيق العقوبات وتأسيسه كمؤسسة منذ 2002 أكتوبر 2002، إلا أننا وللأسف لم تكن هناك دراسات مسطت على حصيلة هذه المؤسسة كي يمكن معرفة مدى عطاءه في إطار تطبيق يعني جدوى القوانين كذلك ومدى يعني تنزيلها على أرض الواقع، ولا يمكن كذلك بخص مجهود يعني مجموعة من زملاء القضاة الذين يقومون بمهامهم طبقا للقانون، لكن أرى أنها من خلال التطبيق العملي وكوني قاضية تطبيق العقوبات في المحكمة الابتدائية للكلاس على أن هذه المؤسسة لم تحظى بالمكانة التي يجب أن تكون عليها، لا من خلال اللوجيستيك يعني المتوفر لديها لأداء مهامها بالشكل الذي يرقى بعملها إلى مؤسسة تساعد إلى على وعي على إدماج النزلاء، وهذا هو السبب يعني تواجد هذه المؤسسة واستمرار القضاة أو القضاء داخل المؤسسة السجنية. بالمقابل هناك يعني مدراء سجون أي سلطة إدارية داخل السجن، وهذه الحماية أظن على أنها حماية كانت مشرع حكيم في سن هذه المؤسسة ولضمان يعني محاكمة عادلة ولضمان تنفيذ أحكام بطريقة عادلة وكذلك تكريس حقوق الإنسان وتكريس يعني القوانين الإقليمية وكذلك الدولية الحقوقية في هذا الموضوع. مناقشة موضوع يعني حضور مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات ولماذا أعرج على هذه المقدمة، لابد من أن نقول على أن حضور مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات داخل الفضاء السجني ما هي إلا استمرار للحماية القضائية للمحكوم عليه بعد صدور الحكم. قانون المسطرة الجنائية كما قلت منذ أكتوبر 3 أكتوبر 2002 يعني سن هذه المؤسسة، تواجد ديالها يعني مدة 21 سنة و 8 أشهر، لكن حصيلة العمل وهذا ما نتساءل عليه، هناك حصيلة لكن تبقى يعني حصيلة متواضعة، لماذا؟ وهذا ما سنحاول أن نتطرق إليه، وأظن أن مسودة يعني المسطرة الجنائية تطرقت لذلك، لكن وبحكم الممارسة لدي بعض المؤاخذات عليها وهي مجرد يعني وجهة نظر رغم أنني أحضر الآن بإذن يعني المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهذه الملاحظات أو هذه الملاحظات التي سأوديها لا تلزم أي جهة، مجرد يعني حق في التعبير يعني وهو حق دستوري طبقا للمادة 111 الفصل 111 من الدستور مع ما يجب من الاحترام واجب التحكم.
منذ 21 سنة و 8 أشهر حصلت العمل. هل يعني وهذا سؤال وصار يكون يعني واحد نوع من التفاعل، هل يعني لمسنا كممارسين كمهنيين أثر هذه المؤسسة؟ ومن يعني وبعد ذلك نقدروا أن النقاش نتفاعلوا، وهذا سؤال كان طرحه نخليه في الأخير على أساس أننا بغينا خصوصا أن معنا يعني مهن قضائية معنا السادة المحامون، فبالتالي كنعايد الجواب واش لمسنا الحضور هذه المؤسسة في المغرب من 2002 إلى يومنا هذا. أقول أن قاضي تسبيق العقوبات يعمل داخل منظومة وبتشاركية مع المندوبية العامة لإدارة السجون ومؤسسة محمد السادس لإعادة السجناء وكذلك المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المحددة له طبقا لما ورد في إباجات قانون المسطرة الجنائية الذي هو المساهمة في إعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية. الإطار القانوني الذي يستند عليه قاضي تطبيق العقوبات في ممارسة مهامه، أولا هناك أحكام الدستور 2011، هناك قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء قواعد نيلسون مانديلا، كذلك هناك قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير الغير احتجازية للمجرمات قواعد بونغكوك، كذلك هناك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لشؤون الأحداث قواعد بكين، يعني هناك منظومة، كذلك هناك إباجات قانون المسطرة الجنائية، مقتضيات المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية حتى يعني إلى حتى 648. أقول كذلك هناك قاضي تطبيق العقوبات يمارس مهامه كذلك بمقتضى قوانين أخرى موازية وهي قانون 2398. قانون 2398 هو القانون المنظم لتسيير المؤسسات السجنية. ونحن نتطرق يعني للموضوع وارتأيت أننا نناقش الموضوع بطريقة يعني تستدعي هناك مصطلحات. أقول مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات بطريقة أكاديمية نوعا ما، كما كيقولوا أونجوان إتيل لاغريال، ودائما ونحن يعني أننا باحثين في سلك الدكتوراه، فكان يعني نحاول أن العلم ديالنا نستفد منه كذلك الندوات. ارتأيت أن هناك تعاريف لمصطلحين، والمصطلح ديال قاضي تطبيق العقوبات، وهذا المصطلح هي مؤسسة كما سبق التعريف عليها وتعريفها على أنها مؤسسة تتواجد بالنسبة للواقع المغربي عندنا من 2002، بالنسبة للدول الأخرى يعني هي قديمة وعريقة، هناك يعني هي معمول بها كذلك في فرنسا، النمسا، في الجزائر، في تونس. هي مؤسسة كذلك تعمل بالتشاركية، الهدف ديالها دائما هو إعادة الإدماج. عندنا كذلك مصطلح ديال إعادة الإدماج، مصطلح إعادة الإدماج، ولا بد أن أعالج على نقطة أخرى في هذه النقطة ديال قاضي تطبيق العقوبات. قاضي تطبيق العقوبات ونحن سنتطرق إليه في إطار النقطة المتعلقة بالمهام التي يمارسها، وكونها قاضي، وأنا أطلع يعني في إطار واحد البحث على قاضي تطبيق العقوبات على واحد توجيه الطلبة الفرنسيين بخصوص اختيار أو انتقاء المهن، خصوصا طلبة الباحثين في مجال القانون. فوجدت ورقة على الموقع etudiant.fr/métier، ثم نصيت في ورقة التوجيه على توجيه الطلبة للمهن القضائية. هذا etudiant.fr/métier لقيت فيه بأنه من لي كومبيتونس أو من يعني القدرات والمهارات اللي خص يكون كيضبطها هذا القاضي ديال تطبيق العقوبات، لأن دايرين مثلا جوج دابليكاسيون دي بي، جوج دي زافير فاميليال. لقيت من المهارات اللي خص يكون كيضبطها القاضي أولا بلاناليز، أناليزي، ديسيدي، كونترولي، يعني خص يكون كيحلل محلل وكيأناليزي، كيخصو ياخذ القرار وكذلك المراقبة. وفعلا علاش؟ لأن هذه مرتبطة بالمهام اللي كيديها في المقابل، هو يعني في إطار يعني دائما تحت. فاش بحث على المهارات اللي خص يكون كيمتاز بها قاضي يعني اللي كيبت في القضايا الوسرية، لقيت كوميونيكي يعني التواصل، ملكة التواصل خصها تكون عنده. رغم أن أنا عندي تحفظ بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية يجب أن يكون هناك تواصل، لأن العلم ديال الدور الحقيقي ديال قاضي تطبيق العقوبات في الاقتراح العفو والإفراج المقيد أو مراقبة التدابير يعني التقييمية لابد أن يكون يتوفر على مهارة التواصل قد
ليمكن هناك من تواصل مع النزلاء لمعرفة حاجياتهم ومساعدتهم على إعادة الإنتاج. أقول على أن بالنسبة للقاضي المكلف بمهام قضاء الأسرة، وأعتذر هذا ليس خروج الموضوع، ولكن أنا أستهدف من هذا من هذا من هذا النقاط هذو واحد الهدف هو الانتقال ديال القضاة الممارسين لمهام قاضي صغير العقوبات. يعني أي حاجة يعني وردتها في هذه المداخلة ديالي بدأ من خلال الممارسة العملية راه عندي فين غادي نحطها في إطار لي كومبيتونس فعلا في إطار المادة 95 أو 95 حتى المسودة ديال مشروع قانون المسار الجنائية نجد على أنه يعين القاضي صغير العقوبات من طرف حاليا هو يعني قانون المسار الجنائية ما كاينش فيه تأثير من طرف وزير العدل الدائم إلى باساسيون دي بوفوا رجع كيتعين من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة باقتراح من رئيس المحكمة، لكن هذا الاقتراح بحد ذاته لابد أننا نستحضرو كذلك قانون التنظيم القضائي اللي عندنا مكتب ديال المحكمة في إطار القانون يعني المشروع ديال القانون ديال التنظيم القضائي اللي كيكون باقتراح ومراعاة لرغبات القضاة، وبالتالي يعني حتى الرغبة القاضي فعلا ولو تكون خاص واحد البروفيل معين أو واحد المهارات يكون كيضبطها هذا القاضي لتفعيل دوره بالطريقة الأمثل وباش تعطينا النتيجة الأمثل، لأن راه لا يمكن أن يكون قاضي عندنا ما يكونش كيتقن التقنيات ديال التواصل ونحطوه في اتصال مباشر مع المواطنين خصوصا بالنسبة للمساطر الشعبوية وخصوصا بالنسبة للمساطر اللي كيكون فيها احتكاك مباشر بالمواطنين، عكس يعني مثلا بعض القضايا المدنية التي لا تحتاج إلى بعض المذكرات التبادل المذكرات، فبالتالي هذاك الشخصية ديال القاضي كتبان يعني انطلاقا من الحكم ديالو، لكن القاضي سباق العقوبات هو قاضي يمارس مهامه في احتكاك مع النزلاء، في احتكاك مع طلباتهم، مع شكاياتهم، مع تظلماتهم، فبالتالي انتقاء هذا الشخص لابد أن يكون هناك تكون هناك معايير يعني معايير موضوعية، كذلك معايير اللي تضمن أداء هذه المهمة بشكل فعال وبشكل يلمسوا احنا كمجتمع على أننا عندنا مؤسسة. والدليل لماذا قلت هذا؟ لأن عندنا 21 سنة ثمانية أشهر وإحنا في اللي فينا ما كيعرفش بأن لدينا مؤسسة القاضي السابق للعقوبات تتولى مراقبة النزلاء داخل المؤسسات السجنية وتتولى كذلك يعني القيام بعملها يعني بشكل يساعد على إعادة الإنتاج. قلت بالنسبة للقضاء ورجعنا للقضية ديال قضية الأسرة أو المكلف بقضايا الأسرة، لقيت بأنه في هذا لافيش وهذا الشيء راه مهم جدا لأن في إطار التوجيه ديال الطلبة اللي كيكونوا عندنا في الكليات ديال الحقوق باش كنجيو مثلا التوجيه واش كيعرف الطالب واش غيمشي يدير مهنة مثلا غيدير القضاء أو غيدير المحاماة أو غيدير ويختار هذيك الشعبة، راه هذا الاختيار خاص يكون يعني مبني على مهارات وقدرات اللي غيمكن هو فاش غيكون عندنا في واحد المنصب معين غيكون العطاء وغتكون الفعالية والإفيكاسيتي وغادي نحققوا النتائج اللي حنا يعني كنرغبوا لها كاملين وكنطرحوا لها كاملين يعني كمغاربة من أجل تجويد النص القانوني. وهنا لقيت قلت لكم كومينيكي، لقيت ديسيدي، ولقيت جوجي، ثلاثة بالنسبة للجوج كي سو شارج أو القاضي المكلف بقضايا الأسرة. نرجع للكلمة ديال أسمح هنا بالنسبة للكلمة ديال يعني على تعريج هذا والإطار نوعا ما، ولكن قلت على أنه لابد من انتقاء أشخاص وهذا هو هذا راه في صلب الموضوع اللي هو التعيين ديال القاضي سباق العقوبات والمعايير التي يجب أن يتبناها لا رؤساء المحاكم ولا المجلس الأعلى بالنسبة لانتقاء أشخاص الذين سوف يقومون بهذه المهام. تعريف كذلك مصطلح إعادة الإنتاج أو لاغينتيغراسيون باللغة الإنجليزية ريانتيغريشن، بالنسبة للفرنسية لاغينتيغراسيون سي با لا ميم شوز، دونك إعادة الإنتاج بالإنجليزية ريانتيغريشن، بالنسبة للفرنسية لاغينتيغراسيون، أو بالنسبة للونغاج الحقوقي التأهيل الاجتماعي، وهذا ما ورد يعني في بالنسبة للقواعد الدنيا ديال نيلسون مانديلا، وكذلك بالنسبة لمعاملة السجينات قواعد ديال بانكوك. وحسب مارك لوبلان أحد المتخصصين في جنوح الأحداث ورائد في المدرسة الكندية، فإن إعادة إدماج الأحداث هو المفهوم، ما لقيتش صراحة تعبير يعني تعريف
دقيق، وخصوصا بغيت نتقلب على تعريف قانوني يعني دقيق لهذا المصطلح. لقيت تعريف ديال مارك لوبلون احد المتخصصين في جذور الاحداث ورئيس المدرسه الكنديه كما سبق القول، فان اعاده انتاج الاحداث مفهوم لصيق بمفهوم الرعايه اللاحقه والمواكبه اليوميه والتدخل العلاجي الكافي من حيث المده والنوعيه من طرف المؤسسات المتخصصه. وتعني كلمه ادماج لغه اي صار على كيفيه من الكيفيات، ويعني الادماج والادخال في المجتمع وتدابير اعاده الادماج هي الاجراءات التي تتخذ من اجل اعاده التربيه وصلاح وتقويم السلوك ليصبح عضوا صالحا منسجما داخل البيئه المجتمعيه. ومصطلح اعاده الادماج يعني تمكين الفرد من مهارات وقدرات اثناء فتره الاعتقال، اعاده الادماج. لكن المصطلح اللي كنقصدو به حنايا يعني الرعايه اللاحقه هو لاغيانسيرسيون، الرعايه اللاحقه هي لاغيانسيرسيون. ملي كنهضرو على اعاده الادماج هما ذاك القدرات او البرامج التربويه والبرامج يعني التكوين اللي كدار نزلاء المؤسسات السجنيه داخل السجون لتاهيلهم بعد خروجهم من السجن على يعني الاندماج في المجتمع الاصلي ديالهم وعودتهم لبيئتهم ومجتمعهم الاصلي. هذا بالنسبه لهذه المصطلحات اللي ارتضيت انني يعني نعرج عليها ونقوم واحد يعني بواحد التعريف ديالها. بالنسبه لاهميه الموضوع، اقول على ان الموضوع له يعني يكتسي اهميه كبيره، والدليل هو اننا نجتمع الان على هذه المسوده بانها يعني راه تترهن واحد 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 المده طويله يعني القضاء والمحامون ويعني حقوق بصفه عامه حقوق المتقاضين. هذه الاهميه النظريه هي المعرفه ديال المستجدات التي اتى بها يعني مشروع مسوده او قانون مسوده مشروع قانون المسطره الجنائيه بخصوص مهام قاضي صفه العقوبات والاهميه العمليه ديالها والمعيقات اللي غتقدر تكون على ضوء هذا المسودة، وهي كذلك فرصة لطرح بعض الأفكار التي من شأنها إغناء النقاش والمساهمة في صياغة بعض الاقتراحات. الهدف من دراسة الموضوع هو معرفة مدى ملائمة مسودة يعني قانون مصر الجنائية وتشويه النص التشريعي لعمل مؤسسة قاضي صفة العقوبات للوصول إلى الهدف المبتغى الذي هو المساهمة في إعادة وارتعينا يعني للتطرق لهذه النقطة يعني والمسودة من خلال يعني شقين. أولا السؤال اللي كيمكن يطرح، هل مشروع قانون المسطرة الجنائية منح لقاضي صفة العقوبات صلاحية ووسائل القيام بدوره في إعادة الإدماج؟ هذا السؤال اللي كنطرحه هذه المسودة، ما هو الجديد وهل أهلت ويعني ووفرت الوسائل القانونية كفيلة بتنزيل أو بتحقيق الدور المراد أو الذي يصبو إليه مجتمع من خلال مؤسستي ومن خلال يعني إعطائه لبعض المهام لقاضي صفة العقوبات. للجواب على السؤال ارتأيت يعني نهج الوصفي، هنا فرضيتين. الفرضية الأولى مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية نص على مهام واسعة من شأنها تفعيل دور قاضي صفة العقوبات في إعادة الإدماج. الفرضية الثانية، هذه الفرضية الأولى، الفرضية الثانية مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تحتاج إلى إعادة النظر للرقي بعمل مؤسسة قاضي صفة العقوبات إلى الدور المنوط به وتفعيل إعادة الإدماج. الشق الأول ونحن يعني غنطرقوا المهام، جواب على السؤال قلنا على أننا غنشوفوا الواقع الحالي أو ليطا ديال المهام ديالو الحالية من خلال قانون المسطرة الجنائية الحالي، ومن خلال القانون الحالي غيبان شنو هي المستجدات اللي جات بها المسودة ديال مشروع قانون المسطرة الجنائية، وراني نلخصها غادي يكونوا نقاط يعني على رؤوس الأقلام، وأنا على استعداد أننا نناقشوا بعد ذلك أي نقطة اللي ارتأيت الحضور الكريم أنه يجب يعني استفسار فيها أو أي تفسير أو أي توضيح. مهام قاضي صفة العقوبات طبقا للمادة 596 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أنه الحالي، نحن نتحدث عن القانون الحالي قانون المسطرة الجنائية،
يتتبع مدى تطبيق القانون، يعني يحب هذا القاضي المراقبة يعني المؤسسات السجنية، يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتسيير المؤسسات السجنية في شأن قانونية الاعتقال، حقوق السجناء، مراقبة سلامة إجراءات التأثيم، الاطلاع على سير سجلات الاعتقال، إعداد التقارير عن كل زيارة. يمكنه أن يمسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع وضعيتهم، كذلك يمكنه تقديم مقترحات العفو والإفراج المقيد. في هذا الإطار هذا لم أتطرق للإكراه البدني. لماذا؟ الإكراه البدني ما وضعش إشكال، والمشاريع لم يأتي بجديد بالنسبة للإكراه البدني. مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية لم تأتي بأي جديد، يعني من خلال الاطلاع على المسودة ما جاش شيء جديد بالنسبة للإكراه البدني، فبالتالي احتفظت اللي كاين عندنا هو المهام القاضي تطبيق العقوبات، وكذلك النقطة الثانية اللي ويمكننا هنا نصنفوا في هذه المهام هذه قاضي تطبيق العقوبات حافظ على المهام القديمة، ولكن من خلالها اللي احنا اللي شفناها دابا في المسطرة الجنائية ننتقلوا الآن إلى يعني المهام ديال قاضي تطبيق العقوبات من خلال المسودة. حصلنا دابا هذوما يعني اللي كاين كمهام من خلال المسودة، قاضي تطبيق العقوبات أضيفت إليه مهام جديدة. هذه المهام الجديدة أول حاجة النقطة الأولانية اللي خصنا نشيرو لها هو التعيين ديالو من طرف المجلس الأعلى بصفة قانونية، يعني بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أن المجلس الأعلى السلطة القضائية هو من يعين قاضي تطبيق العقوبات بناء على اقتراح من رئيس المحكمة. وهذا الاقتراح أنا سعيت أننا نشيروا للمادة 26 من مشروع قانون 38/15 بعد استطلاع آراء القضاة بشأن توزيع المادة 27 كذلك من نفس المشروع ديال التنظيم القضائي. لماذا؟ لأن راه دائما خصنا حنا كقضاة كمحامون دائما نكررو حتى القوانين في بعضها يعني بعضها مع بعض. هذا الاقتراح كيفاش كيجي من رئيس المحكمة؟ راه كاين غيكون واحد المكتب ديال المحكمة هو اللي غيتولى التوزيع ديال المهام، وهذا من خلال يعني المسودة ديال المشروع ديال من خلال المشروع ديال التنظيم ديال القضائي 38/15. هاد التقارير المسودة ديال قانون المسطرة الجنائية قالت على أن التقارير هذا الجديد، التقارير كانت تحال مقتضى القانون القديم على وكيل الملك وعلى كانت تحال على وكيل الملك ووزير العدل. حاليا التقارير اللي غيبقي يجلسها قاضي تطبيق العقوبات سوف تحال على وزير العدل، على رئيس النيابه العامه، على الاداره المكلفه بالسجون، على المجلس الوطني لحقوق الانسان، لكن المسوده اغفلت احاله التقرير كذلك على الجهاز اللي يتبعه قاضي تطبيق العقوبات اللي هو المجلس الاعلى السلطه القضائيه. وهنا ثغره قانونيه هنا يمكننا نقولوا على ان هذا هو الجهاز بمقتضى القانون اللي خص يتحال عليها التقارير اللي كينجزها. فما كنتصوروش اننا حنا كقاضي تطبيق العقوبات تعين من طرف المجلس وما تحيدش عليه التقرير اللي كدير شي راه المسوده غفلت هذه النقطه هذه من التضارب ديالها. مساله اخرى اللي جا بها هذا القانون يعني هذا مسوده مشروع قانون المسطره الجنائيه هو العفو التلقائي بالنسبه للاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام. هنا الاشاره الى ان الماده 603 من المسوده اغفلت حضور قاضي تطبيق العقوبات الى تنفيذ الاعدام، وكان هذا وكان الاعدام ليس بعقوبه. باش تعرف شنو 603 راه كاين واحد اللائحه الاشخاص اللي كيحضروا العقوبات الاعدام، ولكن تم اغفال قاضي تطبيق العقوبات لم يتم التنصيص عليه. واش عقوبه الاعدام؟ هذا السؤال اللي كيطرح. واش عقوبه الاعدام رغم التحفظ ديالنا عليها واتفاقيات الامين هذه المسائل والمس بالحق بالحياة، لكن حنا كنتعاملوا مع نص قانوني وبالتالي حنا ملزمون بتطبيق النص القانوني. ف 603 ما صنت شيء على الحضور ديال التنفيذ رغم انها بالنسبه للاقتراح التلقائي للعفو الصوت على ان قاضي تطبيق العقوبات يقترحوا هي مجرد ما كيتبلغ القرار ديال بان كاينه عقوبه ديال الاعدام في شخص محكوم عليه خصو يدير اقتراح تلقائي للعفو، ولكن الحضور ديال التنفيذ ما دونك 603 ضروري ما انا اظن وفي وجهه نظر كما قلت سابقا حضور ديال تطبيق قاضي تطبيق العقوبات بالنسبه للتنفيذ الى كان شيء. كذلك بين المهام الجديده التي يعني اتت بها مسوده مشروع قانون المسطره الجنائيه هو الصخر على تنفيذ العقوبات البديله. هذا الصخر على تنفيذ العقوبات البديله وانا اتصفح يعني ندير واحد المجهود يعني انني ندير واحد النوع من الالمام المعرفي بخصوص مهام هذا القاضي رغم انني كنت نمارس منذ 2014 الى يومنا هذا ولا كندير قاضي تطبيق العقوبات.
إيش صار على نفيذ العقوبات البديلة؟ هل صار على نفيذ العقوبات البديلة؟ لكن المشكل هو شو هي الآلية اللي معطيها القاضي صباغ العقوبات؟ ما كنلقاش شي إشارة ولا استعانة لكاتب الضبط ما لقيت مساعدة اجتماعية وصورة طلب لذلك، رقين يمكن ما كاينش يمكن يجب لأن ما كاينش قاضي صباغ العقوبات غير بقى يجي ويصار على التدابير ديال واش هذا غيدير العمل من أجل المنفعة العامة والآخر داير البسط الإلكتروني غير قتل العموم. كاين شي امور اللي يعني المشرع لابد ان يلتزم بها لها يعني من حد المسوده الان راه مطروحه على اساس ان الضرب غادي يلقاو الثغرات لان غادي يمشيو عند المساعده الاجتماعيه ونقولوا لها لان ما تكون في المحكمه نقولوا لها راه تبقى الماده 50 راه عندك غتقول لك راه 600 بالنسبه ليا في 596 راه كيقول يمكن ما كايناش الزاميه فبالتالي حتى هذه النقطه ديال الالزاميه ديال المول يعني يجب ان يستعين ماشي يجب يعني وجودنا القاضي خصو دار ولكن غتكون الاليات باش غيخدم هادو هما الاليات باش غينزل داك التدابير او البديله او الصهر على التنفيذ على العقوبات البديله والابحاث الاجتماعيه هو كيقول هنا اللي جاي في النص القانوني وحنا غنطرقوا له كيقول بانه يستعين في الابحاث الاجتماعيه باش غنرجعوا الماده 50 اللي ديال المشروع ديال التنظيم القضائي تلقاو هذا النص على انه المساعد الاجتماعي تلقى الماده 50 يتولى تتبع يعني تنفيذ ديال العقوبات البديله فبالتالي دائما خصنا داك الانسجام ما بين النص ديال التنظيم القضائي مع النص التنظيم القضائي راه داز دابا راه ما كاينش راه داز حتى في اللجنه ديال المستشارين في المجلس ديال المستشارين راه داز ما كاينش اشكال لكن المسوده خصها تصدر في هذه النقطه هذه ديال 50 بالنسبه للمساعده الاجتماعيه وكذلك جهات التضبط تابع يعني وتكون واحد النوع من التفرغ للضغط لان هادشي راه تيمشي عليه الناس بالنص القانوني ولكن يعني حنا اليوم كنحضروا ولكن كنحطوا يدينا على المواقع اللي يمكن لان قضيه صباغ العقوبات مثلا كندير صباغ العقوبات وانا كيعني غرفه استنابات الجرحيه راه كندير غرفه استنابات الجرحيه يعني التعدد في المهام وحنا غادي نجيو في القضيه ديال الصهر على الدين كيفاش بغينا اننا تكون الجوده في الاداء وفي العطاء دون تخصص ودون تفرغ هادو جوج نقطات اللي لابد من الاشاره اليهم كذلك يعاد اليه الزياره مره في الشهر وهذا راه حتى في النص القديم ويمكن انه يتساعد كما قلت بالمساعده الاجتماعيه يتتبع كذلك نفس سميتو اطلع على التقارير اطلع على سجلات الاعتقال اعداد تقرير مسك البطاقه يعني يحتفظنا تقريبا بنفس الرقم يعني كاقتراح للعفو غادي ننتقل هنا للجديد كذلك هو تخفيض التنقلي بين الكوطي لان اظن انني راني اطلت شويه ولكن الموضوع راه من خلال يعني الممارسه العمليه كيبان لك شنو اللي غيمكن المهم في اطار متواضع ونظره بسيطه شحال قليل 5 دقائق 6 دقائق 18 ونص هاد المساله ديال مؤسسه القاضي تبقى العقوبات كما قلنا على انها هي اللي غادي تولى يعني تتبع تدريب يعني العقوبات البديله هذا الاطار كذلك بغيت نشير لواحد المساله لان فيما كتب عندي شي مخيطه كنقول كما كيقول محمد الله نلتقي لنلتقي وكذلك كنعمل بارتاج دو لانفورماسيون اننا نشاركوا المعلومات كاملين 618 من المسود اضافت لنا واحد التصنيف اخر اللي هو معتقل ومعتقل محكوم عليه لم يصدر بجميع حكم أو قرار مكتسب لشغله هو بشيء مقضي وكذلك معتقلا مؤقتا تم إداره في السجن في إطار بإصدار تسليم المجرمين أنا اللي كنسأل المجرم يعني شنو الهدف من هذا التصنيف؟ لأن مثلا في قانون مثلا قانون المؤسسة السجنية 23-98 اللي كنقولوا الأحداث ملي كنقولوا المعتقلين الاحتياطيين المدانين نهائيا راه حنا داخل المؤسسة السجنية هناك هذا التصنيف وكنعرفوا شنو اللي غيمشي من الجماعي واحد والصنف ألف والصنف باء والصنف ش صنف ش بالتالي حتى هذا التصنيف اللي دار المشرع ما عرفناش شنو الهدف منه هذا التصنيف على ود التمييز في الإحصائيات باش ما نبقاوش نقولوا بأن عندنا نسبة ديال الاكتظاظ الطالعة لأن دائما كنحسبوا الاعتقال الاحتياطي هذا التصنيف اللي أتت به المادة 618 هل تمييز الإحصائيات تبادل احتساليين كانوا معتقلين احتياطي الاخير اللي باش ما يعني ما نستحوش بوحدتي على الكلمه هو كما قلت هو بالنسبه للتخفيض التلقائي التخفيض التلقائي هذا الباب استضاف باب مهم جدا وهو الباب الرابع
تخفيض العقوبة من 632 واحد إلى 632 سبعة. استفادة السجناء هنا هذا تشجيع لسلوك السجناء وهي ميزة حسنة لهذا المشروع ديال القانون لتحسن ديال السلوك ديال النازي، من شأنه أن يكون سببا في تخفيض تلقائي للحرية للعقوبة السائلة للحرية 4 أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات الأقل اللي كانت العقوبة سنة أو أقل، يعني معدل باش يحسبها إذا كانت سنة 48 يوم، ولكن بالنسبة للعقوبات اللي كتكون أكثر من سنة راه كيديرولهم شهر عن كل سنة أو جزء من السنة. هذا التخفيض التلقائي كذلك يمنح للطرف لجنة مراقبة التخفيض التلقائي تلقى المادة 632-5 بناء على اقتراح من الإدارة المكلفة بالسجون. هذه المادة 632-5 وحنا دائما في إطار 632-5 عطى غير القاضي اقتراح ديال الإدارة المكلفة بالسجون لما لا قاضي تتبع العقوبات الذي يتولى تتبع النزلاء داخل المؤسسات السجنية، وإذا تبين له أن هناك سلوك لنازي تحسن أثناء ممارسة السيد وكيل الملك للزيارات، أثناء ممارسة قاضي تطبيق العقوبات للزيارات، وهذه ضمان أكثر. كلما اقتربنا أن الجهات اللي يمكنهم أنهم يقترحوا لنا التخفيض التلقائي، هنا أنا في نظريتي إذا كان كاين إمكانية ديال أنه التأكيد ديال هذه المادة وإضافة السيد وكيل الملك أثناء الزيارات، لما نشوف الفائدة من الزيارة اللي باش نزورو ونشوف تحسن السلوك ديالو ونشجعو ونقولو راه غادي نقترحو بالتخفيض التلقائي، كتكون مسألة يعني اللي صحية وكتزيد تكرس هذاك كتزيد تشجع هذا النادي على يعني على هاد تحسن السلوك. بقى في واحد النقطة أخرى هي ديال ضرب الاعتبار والاعتذار، ما تطرقتش لكل شيء لأن الموضوع صراحة أنا قلت لي راه 30 دقيقة. شيء ممكن شو الخصوص العمل اللي دار ولا
خلال عقد الاستاذ زياد مسرور ان دور المحامي متغير في هذه المرحله اطلاقا، وجاء في مداخله اخي على اساس ان عمر هذه المؤسسه القضائيه هو 21 سنه وثمانيه اشهر، ولكن باقرار بها ان النتيجه كانت متواضعه وجد بسيطه. لماذا؟ هنا نطرح اشكال، وكما جاء على لسان الزميله باعتبارنا باحث جامعيين اكاديميين انه يبحث عن الاشكاليه. الم تكون الاشكاليه الناتجه عن هذا الاشكال هو عدم حضور المحامي في هذه المرحله؟ تغييب المحامي في هذه المرحله باعتبار ان المتهم او الدين او حقق او مفيد عقوبه، اول من يتخبر له ويقام له بجميع الحقائق كيفما كان نوعها هو المحامي. كما تقولوا في الدرجه المغربيه ديالنا جوج ناس ما تيتكذبش عليهم، المحامي والطبيب، يعني كيفما كانت الواقعه. هنا من خلال المداخله ديال الزميله الاخرى بن مسعود قررت بان في تلك التوجيهات المجدفه انه هنا نرجع العنصر، نرجعوا الاهم عنصر في هذه المداخلات كامله واللي كانت تنتهي فيها الجميع هو العنصر البشري. ان في اختيار العنصر البشري انسب للمهمه تخصو يكون ذو التحليل والقرار والمراقبه، وانه قد لم يكن ذو كفاءه من التواصل. كيف يمكن لاسقاط السيد قبل مفيد عقوبه ان يمرض يتواصل مع كافه السجناء وهو يزور السجن مره في الشهر؟ مع العلم وهذه حقيقه يجب ان الجميع ان ما يرى وراء الاصوات ديال السجون يرد له جميع الانجليز. فكيف يمكن لاداره السجون ان تسمح بنقل تلك الحقائق خارج تلك الاصوات؟ مع العلم ان داخل السجون قد يهاب الانسان ويمس في قداسته الانسانيه، فكيف يمكن ان نصل الى هذه الحقائق ان لم نفتح المجال للمحامي للتواصل وتتبع موكله اثناء تنفيذ العقوبه؟ هذا يمكن اتخاذ قرارات مناسبه، ونتمنى انه المشرع يتابع مثل هذه الحاله وتكون تدخل عن طريق اقرار دور المحامي وفي جميع المجالات، في جميع المجالات ان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب. ونتمنى ان لانه يستاهل النقطه الثالثه ادماج السجناء داخل المجتمع، لانه ما يقع في السجون لا يسمح باعاده ادماجه. لماذا؟ لانه ما يقع له في داخل السجون يحدث له شيء من الحقد الاجتماعي للمجتمع، لانه يتعرض لمس بكرامته، هذا الواقع. هنا علاش التجربه اثبتت بان السجون في المغرب هي وسيله غير صالحه لاصلاح الافراد، هي تؤدي لفسادهم اكثر من تؤدي لصالحهم. وهنا كاينه مقوله مشهوره وتقول يفضل بقاء عشرات المجرمين في الشارع من اجل ما بجريد واحد في السجن. لماذا؟ لان ذلك البريء اذا دخل السجن سوف يصبح مجرما وسوف تتكرر النتيجه، وهذا هو الخطأ في هذا الموضوع. نتمنى ان نجد الحلول في لان النص التشريعي الذي تجويد مهمات قاعده التنفيذ غير كافيه. وشكرا لك زميلتي على التدخل القليل للتذكير عندما سوف نفتح مناقشه حول هذا الموضوع، كذلك سوف تفتح مناقشه حول الموضوع الاخير التي تاع الصباح ولم تفتح في المناقشه كذلك. وشكرا لكم، وبعد المداخله القيمه للاستاذه بن هما الناس كانوا ذكيين جابوا الهيئه القضائيه وجابوا الدفاع، نسمعوا وجهات نظر من هنا، نسمعوا وجهات نظر من هنا. الان الكلمه سوف تكون للاستاذه خديجه ادريس عضوة مجلس هيئة المحامي من كداس ورئيسة منتدى المحامية المغربية في موضوع أية حماية للمرأة خلال مراحل المحاكم الجنائية في مسودة بصورة القانون الزراعي الجنائية
فقط استفدت منه.